هذه اللعبة حقيقة أي شخص يدخل للجيم يلعب بعد فترة من الزمن تصير له هذه اللعبة بمثابة الإدمان، يعني ما يقدر ما ممكن يترك هذه اللعبة. ليش؟ لأن أول شغلة أنه تخفف عن الضغط النفسي، الحالة النفسية، الحالة المزاجية، إضافة إلى ذلك كاريزما للشخص تطلع مميزة، قوام مميز، صحة للبدن. فمن يتركها يحس أكو فرق، تبدأ عليه علامات السمنة، يلاحظ أنه جسمه تغير، فبالتالي ما يقدر يترك هذه اللعبة، يحاول قدر الإمكان يظل مستمر في هذه اللعبة لغرض أنه يكون دائماً بالشكل اللي يليق. البطل إذا حابب يشارك مسابقة على ضوء المسابقة طبعاً، إذا كانت مسابقة دولية أو مسابقة على مستوى عالي يعني منافسين أبطال، يفضل أنه يدخل بمرحلتين، مرحلة إعداد عام ومرحلة إعداد خاص. مرحلة الإعداد العام اللي هي الأوف سيزن، أوكي، يحاول يبدي يهيئ العضلات ويرممها ويصلح الأنسجة العضلية ويضيف كتلة عضلية ويحاول يوازن الجسم ويعالج كل النقوصات. مرحلة الأون سيزن اللي هي مرحلة التنشيف نصيح لها، يحاول قدر الإمكان يوصل الجسم إلى نشافة تامة خالية من الدهون وخالية من السوائل لكي يصل إلى مستوى مميز وكاريزما مميزة على المسرح. أما بخصوص الاستيرويد والهرمونات مثل ما تلاحظون بالآونة الأخيرة دشيع هذا الذكر وده تنطلق العديد من المصطلحات على لاعبين كمال أجسام. حقيقة هذه اللعبة الأساس بها التغذية والتمرين، إضافة إلى ذلك أسلوبك العام. ما ممكن شخص يأخذ هرمونات بكثرة أو يأخذ استيرويد بكثرة أو يأخذ مواد هذه بكثرة يكون بالكاريزما المميزة والشكل اللائق والمميز اللي هو الرياضي. حقيقة على المسرح يبين الشخص اللي ماخذ موضعي أو حقن سيناثول أو هذه الأمور اللي هي نعتبرها شواذ على اللعبة. حقيقة هذه الزيوت شواذ على اللعبة. احنا بالآونة الأخيرة وبالسنوات السابقة كذلك أستاذ فائز عبد الحسن رئيس الاتحاد المركزي العراقي خلى لجنة دوبلر تفحص كافة اللاعبين اللي حابين يشتركون ببطولة لغرض فحصهم انه كان متعاطي استيرويد، كان متعاطي هرمونات، يستبعدوه قبل لا يصعد على المسرح. وهذا الشيء حد من هذه الظاهرة، ومثل ما تلاحظون الجيمات صارت بيها لاعبين مميزين، المنتخب العراقي مميز، انجازاته مميزة. هذه الظاهرة بدت تقل، مو مثل سابقا، يعني سابقا سنة 2009 2007 فما دون هذه كانت الظاهرة منتشرة حقيقة، بس هسه مثل ما لاحظ بالآونة الأخيرة الجيمات صارت ثقافة، يعني مثل ما تلاحظون اللعبة تطورت، الثقافة صارت الجيم أساسيات الشاب أو أساسيات الإنسان.